الصيف راجع مع كوكاكولا. الطب النفسي الرياضي او السبورت سايكولوجيست علم في اوروبا وفي الرياضه في اوروبا وفي العالم كله بيهتموا بيه بشكل كبير جدا، واحنا عندنا في مصر للاسف لسه مهمشين هذا الجانب من الرياضه ومن كره القدم رغم اهميته الكبيره جدا. وعايز اقول لحضراتكم ازاي بيهتموا هنا وعلامات اهتمامهم بالطب النفسي الرياضي. اول حاجه، الطبيب النفسي الرياضي اللي بيشتغل في فرق كره القدم في الجهاز اللي شغال في الجهاز يعني مع الجهاز الفني بيبقى تاني اعلى مرتب بعد المدير الفني. يعني تلاقي الطبيب النفسي الرياضي بيتقاضى مرتب اعلى من مساعد المدرب ومن الدكتور بتاع النادي ومن مدرب الحراس ومن كل الناس اللي شغاله بعد المدير الفني على طول، تلاقي الطبيب النفسي الرياضي. وده دليل على اهميه هذه الجزء هذا يعني هذا العلم في عالم كره القدم وفي عالم الرياضه الحديثه. وعايز اشرح لحضراتكم ايه دور الطبيب النفسي الرياضي واديكم امثله. في كرة القدم مثلا بيبقى فيه فرقة مثلا بقى لها 6 7 ماتشات 10 ماتشات ما بتكسبش، ازاي اطلع الفرقة دي من الحالة النفسية دي واخليها ان هي تباونس باك او ترجع لطريق الانتصارات تاني؟ لو المدير الفني اشتغل في الحته دي من غير متخصص يتعب، او هو بيبقى محتاج متخصص معاه يتكلم مع المدير الفني نفسه ويشرح له ازاي يخرج الفرقه من الحاله النفسيه دي. على المستوى الفردي مثلا بيبقى في لعيب بيمر بحاله سيئه جدا، عنده بقاله فتره بيتصاب، بقاله كتير ما بيلعبش، ازاي ارجعه واخلي حالته النفسيه ان هو يتمرن بشكل كويس ويبقى بوزيتيف ويبقى ايجابي عشان اطلع الماكسيمم اللي عنده؟ كل دي حاجات شغل الطبيب النفسي الرياضي. ولد صغير جاي من بلد تانية، جاي مثلا اول مره انجلترا او جاي هولندا او بلجيكا او المانيا، مش متعود على الجو العام ومش متعود على الكالتشر والحياه في البلد دي، وحالته النفسيه مش عارف تأدبت مع البلد دي، الطبيب النفسي الرياضي بيقعد معاه ويعمل جلسات معاه ويحاول يساعده ويفهمه ازاي وايه انسب طريقه ان هو يتاقلم بيها. نخرج بره الكوره في التنس مثلا، لما يكون في مثلا في التنس مثلا اندي موراي او فيدرر او نادال او جوكوفيتش، لعيب كبير بيلعب في اوكيجن كبيره وبيلعب مثلا في الفاينل بتاع ويمبلدون وبيلاعب لعيب الرانكينج بتاعه 100 على العالم، لعيب مش معروف، ازاي احضر اللعيب ده اللعيب اللي هو اللعيب الكبير ده للحدث ده؟ هل يا ترى يبقى خايف من الحدث يستهون بالخصم من المنافس؟ وعشان كده بنشوف في كره القدم مثلا ان بنلاقي ان فرق كتيره في الكاس وفي نهائي الكاس زي ويجن السنه اللي فاتت كسبوا مانشستر سيتي، لان اصعب حاجه في الرياضه وكره القدم ان انت تحضر رياضي لحدث مهم قدام خصم هو ما عندوش معلومات عنه كتير، او خصم يعني هو ممكن يستهين بيه، لان البريشر اوتوماتيك لما بيكون في حدث كبير وفي نجم كبير البريشر بيبقى واقع عليه، انما الفرقه اللي حجمها اقل او اللعيب اللي حجمه اقل بيلعب من غير بريشر. ازاي تشيل البريشر ده من عليك وتحطه على المنافس؟ دي شغله الطب النفسي الرياضي او الطبيب النفسي الرياضي. وهضرب لكم مثل في التنس ومثل معروف وهو كتبه في البايوجرافي بتاعه، اجاسي الراجل طبعا النجم بتاع التنس زي ما انتم عارفين كان هو الرانكينج نمره 1 في العالم، وبعد كده دخل في مستوى تدهور واهمل في نفسه بشكل كبير جدا الى ان الرانكينج بتاعه طلع بره ال 100 وال 150 على العالم، ورجع مره تانية وبقى نمره 1 على العالم. وقال في البايوجرافي بتاعه ان انا استخدمت طبيب نفسي رياضي امريكاني ان هو رجعني واهلني مره تانية ان انا ارجع ابقى البطل اللي انا كنت زي ما انا كنت بطل قبل كده. شايفين مدى اهميه الطب النفسي الرياضي؟ انا قلت يعني اشرحها لحضراتكم. واتمنى ان احنا في الشرق الاوسط وفي مصر بالذات نبتدي نهتم بهذا الجزء او الجزئيه دي من اللعبه ومن الرياضه، لانها هتفرق معانا كتير جدا سواء في اعداد ابطال اولمبيين لينا او سواء في الفرق الجماعيه وخاصه فرق كره القدم.
الصيف راجع مع كوكاكولا.